المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس هو أحد المشاريع المهمة التي تبنتها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ويعد مشروع نبراس مشروعا وطنيا ومظلة أساسية للعمل الوقائي في المملكة العربية السعودية. انطلق في شهر شعبان من عام 1436 للهجرة، ويهدف مشروع نبراس إلى الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، تفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع وتعريفهم بأهمية العمل الوقائي، وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات، إبراز دور الشركاء الأساسيين في الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من المخدرات، وتكريم الأعمال الوقائية الوطنية المتميزة، توحيد جهود الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية ضد المخدرات أمنياً ووقائياً وعلاجياً، خفض الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض قبول تعاطي المخدرات. ولتحقيق أهداف المشروع تم إطلاق 8 برامج متخصصة، هي برنامج البيئة التعليمية لتعزيز الحصانة الذاتية لدى الطلاب وتوطين الخبرات التدريبية المتخصصة في مكافحة المخدرات، برنامج الأسرة والطفل لتوعية الأسرة والطفل في المجتمع السعودي بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها وتعزيز القيم وبناء شخصية الطفل، برنامج نجوم نبراس وهو برنامج رياضي يستخدم نجوم الرياضة في توجيه رسائلهم السامية لمنع وصول المخدرات للنشء، برنامج المرصد السعودي لمكافحة المخدرات والذي يركز على الربط الشبكي الأمني بين الجهات الأمنية ويرصد البرامج والنشاطات التي تنفذها الجهات في مجال المكافحة والوقاية من المخدرات، برنامج الإعلام والإعلام الجديد لصناعة المحتوى الإعلامي ونشره في وسائل الإعلام وشبكات التواصل المجتمعي عبر منظومة من التنسيقات مع ناشطي تلك الشبكات، برنامج الأبحاث GIS لتوظيف نظام المعلومات الجغرافي لمساعدة العاملين في مجال الوقاية على معرفة وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى برامج توعوية وقائية، برنامج الشبكة العالمية المعلوماتية عن المخدرات جناد، هي شبكة معلوماتية غير ربحية تعنى بتوفير موسوعة شاملة وتفصيلية لكافة الجوانب المتعلقة بالعقاقير المخدرة والمهلوسة ومكافحتها، المركز الوطني لاستشارات الإدمان الرشيد، ويقدم المركز خدماته الاستشارية هاتفياً لحل مشكلات المدمنين وأسرهم واستكمال تعافيهم من خلال برنامج علاجي متكامل وتأهيلهم التأهيل المناسب. كما يهتم مشروع نبراس بتفعيل دور المجتمع المدني في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها عبر فتح باب التطوع في المشروع. ولقياس الأثر شكلت لمشروع نبراس لجنتان تحكيميتان، إحداهما محلية والأخرى دولية، وأقام مشروع نبراس عدداً كبيراً من الفعاليات والملتقيات والدورات المتخصصة للرجال في مناطق المملكة برعاية أصحاب السمو أمراء المناطق، كما أقام فعاليات وملتقيات ودورات أخرى للنساء برعاية حرم أصحاب السمو أمراء المناطق، إضافة لعدد آخر من الملتقيات في الجامعات والكليات والقطاعات الحكومية المدنية والعسكرية. كما نفذ مشروع نبراس عددا من الأنشطة والفعاليات المهمة الأخرى، منها
توقيع عقود إقامة المستشفيات المتخصصة في علاج الإدمان، إقرار برنامج الزمالة الطبي لتأهيل أطباء متخصصين في علاج الإدمان، إنشاء دبلومات متخصصة في العمل الوقائي بالتعاون مع الجامعات السعودية لتأهيل متخصصين في مجالي علم النفس والخدمة الاجتماعية. ولأن مواجهة تحدي المخدرات عمل نبيل وشريف ومهمة وطنية شاملة، فإن مشروع نبراس يوجه رسالة إلى كافة سفراء نبراس في كافة أرجاء الوطن من المتعاونين مع البرنامج والداعمين لنشاطاته، بأن مشروع نبراس هو مشروعكم، وأن الأمل معقود على مشاركة الجميع في حماية المجتمع السعودي والإنسان السعودي والمكتسبات السعودية الكبرى التي حققتها المملكة خلال رحلتها التنموية الرائدة.